البعض يقول ده زرع شيطاني او نبات شيطاني. زرع شيطاني، امتى بتتقال الكلمة ديت وايه حكمها في الاسلام؟ زرع شيطاني، امتى بنقول زرع شيطاني؟ احيانا الانسان بيمر على مكان ما فيهوش زراعة ويلاقي نبات خارج منه، مفيش فلاح زرعه، سواء كان في صحراء او في بادية او في اي مكان نائي، يقوم يشوف الزرع مفيش حد زرعه، يقوم يقول ايه؟ هذا زرع شيطاني. واحيانا يكون هذا الزرع مضر من وجهة نظره، يعني قد يكون نبات سام، يقوم برضه يقول ايه؟ هذا نبات شيطاني. طيب في زرع شيطاني؟ الجواب لا. هل الشيطان بيزرع؟ لا، ما بيزرعش. يبقى انت كذب، هذه الكلمة اولها كذب، لان الشيطان ما بيزرعش. طيب هل الشيطان بيقدم دعم للانسان او خدمة للانسان؟ الجواب لا. الشيطان وظيفته إضلال الإنسان، لما يكون في حاجة فيها خير للإنسان الشيطان ما بيعملهاش، مش دي وظيفته، ده إضلال وعداوة للإنسان، يبقى ده كذب، لأن الشيطان لا يزرع. أمال مين اللي بيزرع؟ الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل شيء في هذا الكون هو من خلق الله تبارك وتعالى. شوف الله عز وجل لك في إيه: أفرأيتم ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله عز وجل هو الزارع لهذا النبات، ما فيش حاجة اسمها زرع شيطاني. حتى الزراعة اللي بيزرعها الفلاح بإيديه، الله عز وجل هو الذي زرعها. كتير الفلاح يحط النبتة وما تطلعش، لأن الله عز وجل لم يقدر لها ذلك. فممكن زرعة تطلع من غير تدخل الإنسان، وممكن زرعة الإنسان بيزرعها وما تطلعش. أفرأيتم ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. شوف الله عز وجل لك: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. يبقى الزارع هو الله تبارك وتعالى، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ زرع شيطاني. البعض حب يخرج من غلط دخل في غلط تاني، يعني البعض اجتهد مع نفسه وقال اه ما فيش حاجة اسمها زرع شيطاني، يوم مر على الزرع اللي ما حدش زرعه يقول لك اه ده زرع ايه؟ اللهوي. ما اقول لك الله خالق كل شيء، طب ينفع اقول زرع اللهوي؟ ده خرج من غلط لغلط اكبر. لان انت عارف كلمة زرع اللهوي دي معناها ايه؟ ده اسمه إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى كلمة اللهوي ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ الله عز وجل له أسماء وصفات سمى بها نفسه، ما ينفعش انت تتجاوزها. احنا ينفع نجتهد مع بعض في الالفاظ، لكن لا نصف الله تبارك وتعالى ولا ننسب الى الله تبارك وتعالى الا الذي وصف به نفسه والا الذي نسبه اليه. يعني ساعات تلاقي واحد يجتهد، وده من الغلط اللي بنقع فيه برضو، يعجبه الكون ده، يقول لك الله مهندس هذا الكون. ينفع نقول على ربنا مهندس؟ ما ينفعش. كلمة مهندس حلوة في حقنا احنا كبشر، نفسي ابني يبقى مهندس، الهندسة محمودة عند البشر، لكن ما ينفعش اوصف ربنا بيها، لان الله عز وجل حينما وصف نفسه قال: بديع السماوات والارض. يبقى انا لما اجي اوصف ربنا اوصفه بما وصف به نفسه. احيانا بنغلط،
ويقول لك أنا محتاج أفضفض شوية مع ربنا، برضو ما ينفعش، ما يليقش بالله تبارك وتعالى الفضفضة نفضفض مع بعض إحنا. يقول لك يا ربي محتاج لك، محتاج أفضفض لك ويغنيها، لا ما ينفعش. لا، الكلام مع الله له أدب. في حاجة اسمها الدعاء لله عز وجل، في حاجة اسمها التسبيح، في حاجة اسمها التكبير، التحميد، التهليل، لكن ما أقولش إيه أنا عايز أفضفض معك شوية يا رب، لا لا يليق. أنت تدعو ربنا سبحانه وتعالى، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تتضرع إلى الله تبارك وتعالى وتقول اللي جواك، بس ما تقولوش أفضفض معك يا رب. فاللي قال ده زرع اللهوي خرج من خطأ إلى خطأ تاني، يبقى ما ينفعش نقول زرع شيطاني ولا ينفع نقول زرع اللهوي. لكن نقول إيه؟ ممكن لو لقيت زرع كده تقول زرع رباني، لأن لفظ رباني وارد في القرآن، الله وارد في القرآن، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لو هتقول يبقى أقول إيه؟ زرع رباني، ما ينفعش أقول لا شيطاني ولا اللهوي. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.